你是 Leo 秘书，你是 Leo 你是 Zo MDGS تقدم لكم هذا البرنامج الرياضي。اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا برنامجكم الرياضي اسبوعي سبورت تايم على قناتكم ام 24. كيف ما تلاحظوا اليوم مره اخرى احنا بعاد من الاستوديو ديالنا ديال ام 24، موجودين هنا في الرباط وتتواجدوا كذلك في مدينه الرباط في المقر ديال الفروق اللي تيشاركوا كما تشوفوا في الورلد سكول فوتبول تشامبيونشيب 2023 شامبيون دو موند فوتبول سكولير. وفي هذا الاطار وعلى الاساس عندنا الضيف الاول ديالنا ديال هذا البرنامج اليوم سبورت تايم خارج من الاستوديو كالكان كون استيم وتنشوفوا بزاف وديما اللي تتواجد معنا في كل مناسبة اللي تناديو عليك تتجاوبنا. سي ناصر اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي مراد، وديما فرحان لما يكون الحوار كروي معك. اخر مره تشوفنا في قطر كاس العالم اداء ديال المنتخب الوطني، وكان في هذاك الوقت كان البرنامج ديالك كنتي غتسافر وكمان بقى لك الوقت باش تعطينا واحد بعد الصراحه. سيتي اون اوبليغاسيون دو ريبوند بوزيتيفمون دائما هادشي باش تعرفوا بك سي ناصر. الوغ سي ناصر قبل ما نبداو الحوار ديالنا غادي نقترح عليك نشوفوا بعض اللقطات ديال المقابلات اللي تجراو وعرفنا فيهم شكون اللي فائز بهاد الدوره. مبروك بالنسبه للفائزين ديال هاد الدوره هادي سي ناصر. ما نقدروش نهضروا على الرياضه بلا ما نهضروا على سبور سكولير. كلمه قبل من كل شيء على هاد المستوى ديال هاد الدوره هادي. هاد الدوره هادي زعما مشرفه، فيها بعض المنتخبات اللي هما بانوا قويين، كنشوفوا بلي كاين عمل حتى في المدارس في كرة القدم، كان تطوير كبير، وكان منتخبات اللي من اللي كانوا في الصف الاول ديال المجموعات وراو واحد الاداء كبير، قريب للمنتخبات الوطنيه اللي كتجي من الانديه. دونك كل المباريات اللي شفنا بعض
الاشياء اللي هما اللي هما في مستوى عالي. راك كنا تنهضروا على الرياضه هنا في المغرب، تنهضروا على صديق الاهميه ديال الرياضه سكولير، لو سبور سكولير. هنا بدينا تنشوفوا بشويه رجعنا لهذاك داك المساله اللي كنا ديما حنا في الجيل ديالنا عرفناها، صديق لا باز ديال لو سبور كي لو سبور سكولير. انا جيت مسرور لان شفنا الوزارات التعليم وايضا كاين اتحاد كره القدم المدرسي اللي كيسهر على هذا المجال، لان اكيد بحال اللي ذكرتي في الماضي كنا فين كنا كنلعبوا بدايه الرياضه كانت في المدارس، مع الاسف واحد المده كبيره تخلينا بالرياضه على في المدارس، والان الحمد لله ولات ترجع، لان الطفل اللي عنده موهبه لا في الرياضه ولا في مجال اخر لازم يكون عنده الدراسه، وفي وسط الدراسه يمارس الهويه ديالو، هي نهضروا على كره القدم. لهذا الان شفنا واحد التطور جيد للرياضه في المدرسه. الوغ غير الذكر، ما حنا تنشوفوا نساء الوليدات وبنيسات، حيت كاين دو كاتيجوري هوم اي فام. نذكروا بان هي الدوره 27 ديال هاد الشامبيونا. المغرب اول بلد افريقي وعربي اللي تيستقبل هذا، 2000 ديال المشاركين، 32 دوله، 47 فرقه، 18 فرقه ديال البنات و29 فرقه ديال الاولاد، باش تعرف الاهميه ديال هاد التظاهره اللي تتجرى هنا في المغرب. اكيد انا تفاجات لان قالوا لي باللي هذه الدوره 27، ما كنت زعما ما كانت عندي هذه المعلومه باللي كانت في الماضي هاد الدوري هذا. وانا متاكد اون بلوس دو سا هنا في المغرب كان ان انغومون اليوم ديال الفوتبول مع الفريق الوطني المنتخب الوطني اللي الاداء اللي دار في قطر، البنات اللي عندنا اللي في استراليا، وان بلوس دو سا لا تيلي الديفوز لي ماتش 100%. لا بروشين اديسيون ديال لا 28 اديسيون غادي تكون مشاركه اكثر واكبر. الوغ نذكروا بان السي ناصر غايل ايفيدامون، شكون ما يعرفش ناصر، كان من المؤسسين ديال الاكاديميه محمد السادس اللي تعطاته المهمه ديال الاكاديميه محمد السادس، اللي تبارك الله دابا تنشوفوا بدات تتعطى الثمار ديالها، وشحال ديال لي كريتيك سمعتي ناصر في البدايه، ساشون كو ايفيدامون تنذكروها شاك فوا كو عندنا لوكازيون. باش تصنع بطل خاصك على الاقل واحد 7 سنين 8 سنين ولا 10 سنين. اكيد نرجعوا لاكاديميه محمد السادس، اول فريق اللي مثل اللي كان في الالعاب المدرسيه اللي هي لا دانون كاب اللي فازت، كانوا المخرجين ديال الاكاديميه اللي فازوا بكاس دانون اللي كان هو دوري عالمي اللي كان في مراكش وكان منظم هنا في المغرب. واكيد باللي في الماضي كان تناقض على اكاديميات، ولكن لا كريتيك اون لاكسبت، ولكن جو سي لا كريتيك ال فيان دي جون كي كومبرين با لو سيستيم، و سا دوموند افكتيفمون انتر 8 و 10 ans. وشفنا بالانشاء الاكاديميه محمد السادس البدايه في 2009 كنشوفوا 4 لاعبين مع المنتخب الاول، وحتى في ليكيب او 23 اللي تاهلت لي جوز اولمبيك واحد من مخرج من الاكاديميه هو اللي سجل الهدف الفوز. افكتيفمون لا فورماسيون il faut être patient, il faut être passionné et patient. Exactement. Alors ناصر، واحد السؤال اللي تحيرني انا كصحفي رياضي، علاش دابا ما تناخذوش هذا لو موديل ديال الاكاديمي اللي عطى دابا عطى النتيجه وما تطبقش في النوادي؟ سي لا ميم شوز، زعما سي لو طون تدريجيا. الان كاين الفتح الرباطي دخل حتى هو في المنظومه ديال التكوين، واكيد انا متفق معك لازم الانديه الكبرى الرجاء الوداد تطوان، حتى هي تطوان فعاد عبرون كان واحد العمل في التكوين ديال اللاعبين. جو سوي داكور لازم كل الانديه تساهم في تطوير كرة القدم الوطنية بالطريقة ديال تكوين اللاعبين، سي امبورتون. لأنك ديما كنقولها أنت كصحفي أو طبيب أو أي شخص لازم يدوز من المرحلة ديال التكوين. كرة القدم ولات مهنة، وكرة القدم خاصها
ايضا تكوين خاص مع دي سبيسياليست ديال لا فورماسيون في لا فورماسيون ديال لي زونترينور دي زونترينور اللي يكونوا مختصين في الميدان ديال التطوير ديال تطوير اللاعبين. وكنتمنى في المستقبل اليوم بالنتائج اللي كيحقق المغرب كاس العالم الاناث في الفوتسال لي مواد 17 كاليفي بور لا كوب دو موند غارسون اي في لي ا كاليفي سي لي غارسون اي في لا كوب دو موند لي يو 23 هما غادي يمشيو لي جوز اولمبيك. ها لو فوتسال كي اوجوردي اي سور لو توا دو فوتسال ديال 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 لافريك لو موند عرب. اليوم الانديه لازم تستغل هذه الفرصه ديال هذه النتائج اللي كتحقق الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم باش تساهم حتى هي في تطوير اللاعبين. شنو هما الصعوبات بالنسبه لك ناصر اللي تخليو هاد النوادي ما ياخذوش كموديل الخدمه اللي دارت او نيفو دو لاكاديمي؟ واش امكانيات؟ واش لي ريسورس هومان؟ واش شنو ما جو بونس كو لا فيديرار ستاتي دي زوبليغاسيون لان لا بحال كان واحد الوقت نقدروا نصبروا ولكن دابا خاص تكون خاص دي زوبليغاسيون. لا فرانس ا كومونسي في السبعينات دارت قانون دارت دي زوبليغاسيون بور لي كلوب بروفيسيونيل باش يكون عندهم دي سونتر دو فورماسيون افيك ان بلان دو ترافاي مشترك بين الانديه والاتحادات. ملي كنت كمدير فني درنا هذا العمل مع فوزي القجع، عطانا الصلاحيه علشان نعملوا مدير فني وموعد بدني في كل في كل في كل نادي، وكنا درنا ان اكونبانيومون مع لي كلوب وخرجت نتائج. انا كنظن خاص الاتحاد لا فيديراسيون رويال ماروكان دو فوتبول تستمر في هذا في هذا في هذا المجال او ميم طون لا ليغ بروفيسيونيل خاصها تعطي دي ريغل ستريكت. انت باغي تشارك في الدوري ديال بروميير ديفيزيون دوزيام ديفيزيون لازم يكون عندك ان سونتر دو فورماسيون، عندك ان سونتر دو فورماسيون ها هما الشروط. خاص يكون عندكم ملاعب، يكون عندكم مدربين مؤهلين، يكون عندكم الطاقم الطبي، تكون عندك الدراسه الاطفال، كل هذه الاشياء تكون مسطره وتلزم على الانديه. النادي اللي ما يطبقش ما يقدرش يشارك في الدرجه الاولى والثانيه. لا شونس اللي عندنا في المغرب كان رئيس فوزي القجاع اللي حارس على كل هذا المجال الكروي التطوير ودار استمراريه العمل اللي بدينا في 2014. دونك سي كلكو شوز دامبورتون كو لي كلوب يدخلوا في المنظومه. نقول لك فو كابيتاليزي سور تو سكي ايتي في. ذكروا بان سي ناصر هو المدير التقني في الجامعه السعوديه لكره القدم ياك؟ اكيد. الوغ شنو جوستومون اذا كانت خصها دار اون كومباريزون واش قدرتوا تطبقوا هالمساله هذه؟ هذا موسم واحد اللي بديت المشوار ديالي مع العربيه السعوديه. ديجا لا بروميير شوز ان نفس on a le même type de joueur. عندنا نفس المستوى ديال اللاعبين، هما عندهم لا تكنيك و سا. دابا خصنا نخدموا معاهم داكشي اللي خدمنا مع اللاعبين عندنا هنايا في المغرب. دونك il y a des similitudes sur la qualité des joueurs. من بعد في العمل اكيد كان عمل كان رؤيه زعما ديال 2030 جوسكا 2034 ديال السعوديه كبلد وكرة القدم داخلة في هذا الإطار. دونك كاين واحد العمل ديال إنشاء المراكز التكوين، كاين الإنشاء ديال الملاعب، كاين أوسي الثقافة ديال التكوين ديال اللاعبين، لأن أكيد لا فورماسيون دي جون كاين دي جون ولكن لا فورماسيون ألي أن بو ديليسي، لأن عندهم في الدوري الممتاز والدوري الدرجة الأولى عندهم أجانب بزاف، ولكن هذوك الأجانب بزاف ما هو زعما عرقله لتطوير اللاعبين. لما تكون تدرب وتلعب مع كريستيانو رونالدو ولا مع بنزيما ولا كونتي المستوى ديالك كيطلع بيان سور. دابا خصنا نديروا دفعه اوسي في الـ في الـ في تكوين اللاعبين وايضا تكوين المدربين. جوستومون هذا السؤال اللي كنت غنطرحه لك، حيت شفنا دابا اللاعب الكبار كلهم تيمشيو دابا المساله ديال العربي السعوديه. شفنا اوسي المسائل ديال لي سالير كي اكونبان، واش ما غيقدرش يكون واحد ديسفونكسيونمون في العالم ديال الكره ناصر؟ نو جو فرانشمون جو بونس با، لان لو بروجي اللي عند العربيه السعوديه سي ان بروجي كي ريفليشي. لو فوتبول داخل في الاطار ديال افتتاح البلد. وكره القدم كلشي كيحب كره القدم، وكره القدم كتشوفها في الشاشه، كتشوفها في كل اماكن وفريه في صديق بشكل
عام شفنا باغ اكزومبل سباق السيارات بزاف المسائل اي دونك لو سبور اي ان لوفيي دو ديفلوبمون تاع لو بي دوفيرتور ولهذا العربيه السعوديه خذت هذا الطريق على علشان يكون 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 دوري يكون قوي بلاعبين يكونوا في اعلى مستوى باش تكون اون اتراكتيفيتي لان كرة القدم عندهم هما كثقافة لأن الملاعب دائما عاملين عندهم دي فان الناس الهلال الأهلي عندهم دي فان دونك اليوم افيك لاغيفي ديال هاد لي جوار هذا غادي يزيد يرفع المستوى ديال كرة القدم إلى فيزيبيليتي تاع 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 لو بي. قبل ما ندير واحد الوقفة ونخليوك حيت عرفنا عندك البروغرام كوم توجور اسي شارجي ندير وقفة في بريك تايم آخر سؤال دابا حنا نكونوا متفقين ناصر لاغيت راه غير بريتي للعربيه السعوديه انت اللاعب ديالنا واش ناصر لاغيت ما غنعاودش نشوفوه هنا في المغرب انا دائما هذا السؤال هذا جو سوي تري كونتون كو فو بوزي موا جو سوي ماروكان مغربي خالق هنا كبرت هنايا تطورت على برا وجيت عطيت داكشي اللي عندي في المستوى ديالي عطيته للمغرب 12 سنه مع الاكاديميه 7 سنوات 5 سنوات مع الاتحاد اكيد الى نداو عليا المسؤولين في المغرب بالفرحه دونك البلد اللي نادي عليك علشان تعطيه شي حاجه اللي انت جربتيها وخدمتي فيها بيان سور اوني توجور اورو سي مون بي مو دي دو فينير سي سرا افيك بليزير بيان سور ناصر لاغيت كيما قلت لك سي توجور ان بليزير دو تو ريسوار اي دو بوفوار ديسكوتي كاين بزاف المسائل اللي نقدروا نتحدثوا عليها بالقلب الصافي كما تنقولوا شكرا بزاف شكرا لك وشكرا على الطاقم اللي معاك ونتمنى لك التوفيق حتى انت بارك الله فيك ميرسي بوكو سي ناصر ميرسي شكرا اتري بيانتو تو سويت غادي نتبعوا البرنامج ديالنا بالفقرة بريك تايم افيك إدريس عموري المنتخب الوطني المغربي للسيدات تمكن من تحقيق فوزه الأول بمونديال نيوزيلندا وأستراليا بعد الإطاحة بالمنتخب الكوري الجنوبي المصنف 17 عالميا فوز لبؤة الأطلس كي تعتبر الأول لهن في تاريخ مشاركتهن في كأس العالم والمساهمة فيه هي ابتسام جريدي لاعبة نادي الأهلي السعودي اللي سجلت بدورها أول هدف في تاريخ كرة القدم النسوية في المونديال بكرة رأسية في الدقيقة السادسة على إثر تمريرة حاسمة من اللاعبة حنان أيد الحاج وصراحة كنبغيو نهديو هذا الفوز هذا أول حاجة لسيدنا الله ينصرو بمناسبة عيد العرش كنبغيو نهديو هذا الفوز هذا والله يطول لينا في عمره والله يخلي لينا وكنبغي نشكر جميع اللاعبات والطاقم التقني والإداري وجميع الملكي على المجهودات كاع اللي كيقوموا بها وصراحة احنا فرحانين بزاف ونتمنوا ان شاء الله اننا نكملوا المقابله الثانيه. فوز منتخب السيدات على كوريا الجنوبيه خلف ردود فعل ايجابيه وحلم التاهل الى الدور الثاني غيمر عبر عقبه المنتخب الكولومبي اللي خلط اوراق المجموعه الثامنه بعد فوزه على منتخب المانيا. الحمد لله احنا فرحانين بزاف صراحه من هذا الفوز هذا الاول لينا اول مشاركه لينا في كاس العالم كنبغي نهدي هذا الفوز هذا لجميع الجماهير اللي بقات مساندانا وبقات يعني مامنه بينا وغادي نحاولوا نركزوا على المقابله الثانيه اللي جايه كونتر كولومبيا باش ان شاء الله ناخذوا بطاقه التاهل الويشان فينا ان شاء الله يا ربي. الفوز على كولومبيا مع تعثر المانيا ضد كوريا الجنوبيه هو الكفيل بدخول المغرب للتاريخ من جديد في مقابله اللي غتجرى يوم الخميس القادم في 11 صباحا فكل التوفيق للبؤات الاطلس. هنيئا للفريق الوطني المغربي النسوي بهاد النتيجه وان شاء الله الحظوظ مازال متوفره باش الفريق الوطني يدوز للدور الثاني. غادي نبقاو في الاجواء ديال البطولات العالم الكره المدرسيه وناخذوا بعض الارتسامات قبل من استضفوا الضيف الثاني اللي غيكون معنا في البرنامج. Ouais exactement on voit un niveau très très relevé. المنافسه هنا قويه بزاف والتنافس بين المنتخبات في مستوى عالي وهذا الجو حقيقه كيساعد على تطوير موهبتنا بشكل كبير وسط مباريات صعبه. شنو هو الهدف نظركم من مسابقات بحال هذه واش كتساهم في تسليط الضوء على مواهبكم والتنقيب على لاعبين شباب؟ اليوم الهدف مزدوج في الاصل احنا كنمثلوا بلادنا بصفتنا ابطال العالم مع نفس المجموعه المشاركه في هذه المسابقه وكذلك احنا كنعيشوا مغامرات انسانيه مع دول اخرى من مختلف بقاع العالم وكنتعرفوا على مدارس كرويه مختلفه ونمطهم في لعب كرة القدم. الأجواء رائعة هنا في هذه المسابقة ومثيرة، الجو العام جميل والمنافسة بين الفرق قوية بشكل كبير، وحتى التغذية كانت جيدة، جميع الفرق المشاركة كتلعب بشكل جميل بحال المنتخب المغربي، في المجمل كاينة منافسة قوية بين كل المنتخبات.
فرحة كبيرة بالنسبة لنا باش نشاركوا في مسابقة بحال هذه، خاصة ملي كتكون كاس عالم، وهذه فرصة لنا جميع باش نبينوا موهبتنا وقدراتنا باش نلعبوا مستقبلا في مستوى عالي. كنشوف الفريق ديالكم هادئ ومهذب، وعرفتوا باللي عندكم أغنية خاصة بكم هنا، يلا نسمعوها. بطولة العالم المدرسية لكرة القدم ماشي غير كرة القدم، بطولة كما تشوفوا فيها جانب ثقافي. وباش تكلم لنا على هذه المسألة هذه غادي نمشيو عند السي عبد السلام ميلي اللي شفتو تيشوف لا شارت دونفيرونمون. اهلا سي ميلي. انا سلام سي ميلي، شفتك تشوف هذيك لا شارت اونفيرونمونتال، تدوي تري تري امبورطون، مهمه بزاف. ومره مره كنشوف تندور هنا، لان هنايا كاين الميثاق ديال البيئي، وبعد هذا مرتبط بهاد التوقيعات ديال جميع المشاركات والمشاركين، يعني اي مشارك في تلميذة او لا تلميذ او لا متطوع او لا منظم او لا اي واحد داز من هذا الرواق تيوقع عندها لا سينيفيكاسيون ديالها، عندها لو سامبول ديالها، عندها واحد المجموعه ديال الامور لما فيها القيم المحدده. هذا غيبقى دابا البوليتيرنيتي ولا البوليتيرنيتي، حنا راه كنصوروه وهنا تنحافظوا عليهم. الوغ كما قلت لك ماشي غير كره القدم، هذا الشامبيونات دي موند، حنا نمشيو نشوفوا هذا الكالري هذه تبارك الله ما شاء الله. كاين الجانب الثقافي هضرنا عليه. هو هما اللي تشوف هاد لي طابلو هادو وهادو هما، هذه كانت واحد المباراه درناها على المستوى الوطني ما بين المؤسسات، وخصوصا ما بين التلميذات والتلاميذ وحتى الاساتذه. وهاد هادو كتشوف اللوحات اللي وصلوا لهم هذو المتميزين محطوطين هنا، وهذو اللوحات هما راه تعبروا على بزاف واحد الامور. هذا باش يبينوا لنا زعما كان المطلوب ان يعني التصور ديالهم على بطوله العالم للرياضه المدرسيه في كره القدم، وتم انجازات كل شيء تحط في لو كونتكست ديال لو شامبيونا. او ميم طو عندنا دي بو طابلو، ساشون بان من هاد لي طابلو هما اللي خرجنا لا شارت ديالنا، لان واخا خدموا عليها الاخوان بعد الخبراء في ذاك الامور باش ياخذوا من هذا لي طابلو هذيك لا شارت اللي كاين عندنا دابا، باش يعني لا من ناحيه الملصقات ولا من ناحيه اللافتات الى غير ذلك. راه يعني لا شفنا المرفق، راه تقريبا هادو راه كانت مباراه على مستوى المؤسسات، على المستوى الاقليمي الجهوي وعلى المستوى الوطني. هادشي اللي توصلنا به الوطني معناه ان كان زخم كبير اللي كاين في المؤسسات واللي ما وصلوش لهنا، وماشي معنى انه ما وصلوش، ولكن راه عندك واحد عنده في التعبير، ولكن تبقى المباراه راه مباراه. شفنا قبل التدخل ديالك ارتسامات ديال المشاركين في هذا الشامبيون دي موند، كنا نقولوا بان اجواء جد حميميه وعائليه وكرويه، وكاينه لا كومبيتيسيون، دونك كاينه الاجواء. واش هذه خصوصيه ديال بلادنا؟ هو في حقها راه تعرف بلاد الكرم، وهني فاش جاو لهنا الجامعه الدوليه للرباط، لان اولا الجماليه ديالها متميزه، وزياده على هذا الامر ان فيها كاع المرافق كلهم تجمعوا هنايا جميع الدول، وهذاك الاحتكاك بينهم والتفاعل بيناتهم وكيفاش المغاربه تتعاملوا معاهم هنا ولا على برا، فهو تعتذر من ديك الصوره ديال المغربي، ذاك بلد الكرم، بلد يعني الحفاوه وكاع دوك الكلمات الزوينه راه نقولهم عليهم. الوغ باش نرجعوا للجانب الثقافي، شفنا هذا لي طابلو، ولكن شفت كوميم دوطخ طرافو اللي مديورين هنا اكوتي اللي تنشوف تبارك. واش هذا الشيء صديق ليزيكول كاملين خرطوا في هذا تماما؟ هي سلمى متخوك ان صيفطنا النوت مينيستيريال كاع لي زيتابليسمون سكولير، دونك بار لا سويت كاينين دي جروب. هذا راه دابا استاذ مع تلام لي زون برودوي سا، هذا مثلا هذا بلو تيرا بهادشي سي لو ريسيكلاج، هذا راه سي لو ريسيكلاج دي برودوي. تلقى يعني هادو كلهم يعني اما كارتون واما كتلقى خشاب او لا شي حاجه تلاحات تيجمعهم وتيقدم باش عطاو مثلا هنايا مدرسه جماعاتيه بمواصفات اللي فيها كلهم يعني الرياضه وهذاك باسكيت هنايا عاود نفس الشيء. هذا عاود راه باش يجي يوصل هنا راه دار تقريبا 1600 كيلومتر رجم بوجدو، هذا جابوا ضربوا منتوج السبع ديال بصح واحد السبع هذا هما راه زعما غريب انك تصوب وش دار. نعم فهمتي، لان داروا
بالكارتون وبالخشب ويعني حول ما كنا وجاف يعني جاف في مايان دو ترانسبور تاع لنا تشوف استاذ فنون تشكيليه بمؤسسه تفتح بوجدور. اسم ديال الفنان؟ الفنان هو هذا عبد الحميد الطيره. الحميد تبارك الله عليك مانيفيك هذا لو ترافاي كي تي كي ودرا تيشوفوه حتى حتى الوليدات الصغار التلاميذ ديالنا تيشوفوا تيحسوا براهم بان فعلا اسود. بصح بصح ان توكا تنشوفوا كاين حاضر لي كولور ديال ليكيب ناسيونال تنشوفوهم هما هنا هما هنا التيران بالي بان صدر اخر انجاز ديال الفريق الوطني المغربي اثر على هاد المسائل هذه. هو احنا لاحظناها مع التلاميذ في خلال البطولات ديالنا البطولات هذاك يعني داك الشيء اللي كندير الفريق الوطني مع الامهات مع واحد زعما وديك العلاقه اللي بيناتها وليت شفنا حتى في مؤسسات تعرضوا لهم المديرين تعرضوا لهم التلاميذ دوك اللي رابحين الوالدين ديالهم وهذا الشيء دابا تيشوفوا لان الرياضي الصغير عنده واحد يدور اما تيكون يدور واحد رياضي او لا رياضي او لا فريق فالفريق الفرق ديال المدارس لي دول ديالهم هما داك الفريق الوطني وعلى المستوى العالمي وحتى حتى الفرق اخرى حتى هما تيحاولوا ما يمكنش يشوفوا من التجربه المغربيه وزعما تسالوا بواحد يعني عجبهم الحال يعني جاوا لقاو مغرب اخر ربما كان عندهم واحد التصور وساعة لقاوهم في القمه وحتى الاتحاد الدولي للرياضه المدرسيه حتى هو ولات عنده المغرب المملكه المغربيه مرجع في هذه الامور كلها. اخر سؤال بالنسبه صديق اون بيرسون اللي ريسبونسابل كون ميم كما ذكرت 2000 ديال المشاركين 32 دولة 47 فرقة ديال اون جينيرال 18 ديال البنات 29 واش مهمة سهلة سيمين؟ هو المهمة سهلة لأن كنخدموا يعني فريق كبير كوليجيال تقريبا 200 يعني من 200 منظم من المنظمين عندنا 300 ديال المتطوعين زيادة على المؤسسات أخرى كوزارات ك يعني مجتمع مدني نديرها تخصنا كف هما اللي كل واحد عنده المهمه ديالو فين ما مشيتي تلقى عنده كل واحد المهمه ديالو وبالتالي هو اللي عطى اننا حتى الامور كانت عندنا وزياده عندنا تجربه ديال تنظيم بطولات وطنيه بتنوصل حتى ل 900 تلميذ تلميذه ما كانش عندنا تخوف لا من الاقامه ولا من التغذيه وخصوصا في الظروف اللي حنا فيها في الجامعه هنايا وكذلك الملاعب اللي متواجده الملاعب اللي كاينه والفضاءات اللي كاينه الرياضيه في مدينه الرباط وزيد ان مدينه الرباط مدينه جميله وعاصمه وبيئيه فيها واحد المجموعه ديال هنا كل هذه المكونات هي اللي سهلت الامر على ان باش واخا لان ما كناش خايفين من العدد اكثر ما كنا احنا سعداء اننا نستقبلهم في احسن الظروف. وباين الحمد لله. سيميلي تنشكرك بزاف على هذه الزياره هذه وتبارك الله عليك بغافو فيليسيتاسيون تبارك الله فيك. ميرسي بارك الله. غادي نكملوا البرنامج ديالنا مع مها الصالح في الفقره ديالها اكسترا تايم. اهلا مراد، قبل ما نبدا بغيت نقول لك باسم الطاقم كامل عيد ميلاد سعيد المزيد من التالق والعطاء في المجال الاعلامي وفي حياتك الشخصيه. نهيله بن زينه كتدخل التاريخ كاول لاعبه كتشارك في كاس العالم بالحجاب بعد ما شاركت في المباراه اللي جمعت الفريق الوطني المغربي والمنتخب الكوري في المباراه اللي جمعتهم في كاس العالم المقام حاليا واللي فاز فيها منتخب المغرب بهدف دون رد كاول فوز في تاريخ كره القدم النسويه المغربيه في كاس العالم. صورة جميلة دولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديال سيدة مغربية حاضرة باش تشجع اللاعبين المغاربة في المباراة الودية اللي جمعت نادي إشبيلية واللي كيلعب فيها كل من ياسين بونو ويوسف النصيري مع نادي كريستال بالاس الإنجليزي في ميشيغان بالولايات المتحدة. والصفحة الرسمية لإشبيلية حطت الصور بجوج وكتبات شكرا لجميع مشجعينا على الحضور. وبالحديث على النصيري اللاعب المغربي وحسب العديد من المصادر الهلال السعودي وباش يدعم هجوم الفريق كيستعد باش يقدم عرض للاعب مقابل 45 مليون يورو حسب هاد المصادر. سرينا فقرة اليوم نتلقى فقرة جديدة إلى اللقاء. شكرا مع صالح الفقرة ديالك اكسترا تايم كان هذا هو برنامجكم سبورت تايم اللي قدمنا لكم هنا من المقر ديال بطولة العالم للكرة المدرسية. تنشكر كذلك جميع الفريق الطاقم التقني اللي تيشرف على هذا البرنامج تنجي ان شاء الله.
ونعاودوا ونكملوا ونوصلوا. MDGS قدمت لكم هذا البرنامج الرياضي.